أخبرني عن حال الكرخ. في أحسن حال يا مولاي. كان سعد آفة فاقتلعناها، وجنيد سوسة فقضينا عليها. الآن صرحت، أيكون في عهدي صاحب شرة يفتح فمه ويغلق عينيه، وقاض يحكم على هواه ويترك سنة الله ورسوله جانبا؟ أين كنتم؟ أين عسسنا وعيوننا؟ حلمك يا مولاي، عزل القاضي وصاحب الشرة معا. كان علينا القيام بهذا منذ زمن. أين أبو وهب؟ لم أره منذ زمن. ربما لزم داره. أيكون طريح الفراش ولا ندري؟ ابعث في طلبه. أمر مولاي. يجب أن أنهي هذه الحوصة. لم يعد في جيبي ما يطعمني لهذا اليوم. ما لهذا العمر يمضي دون زاد؟ أين الزاد يا أبا وهب؟ مرت السنون ثقالا خفاقا، وأنت في هويتك المزيفة وأحلامك الميتة وأملك الضائع. هي الصلاة سلوى، وكتاب الله سلوى، وتلك الحوص سلوى،
والقصبة سلوى، جل ما أريده الوصول، فإلى متى الوصول يا رب يا رب؟ هي أنت. أهلا أهلا. هذا نزل منقذ ابن مزاحم؟ نعم نعم، أنا مزاحم، وهذا نزلي، شيدته في سنوات عشر، ولا زلت أحمل التعب الذي عانيته في نقل هذه الحجارة إلى هذا المكان. هذه الأرض أورثنيها والدي رحمه الله، ولا زلت أذكر وصيته التي أوصاني بها. ألا تدعوني إلى القعود يا رجل؟ تفضل تفضل. اسمع يا هذا، إنني تعب جدا وفي حاجة إلى النوم. حللت أهلا ووطئت سهلا، أنت في نزلي منقذ ابن مزاحم بن محجوب بن عنبس. أتدري من هو عنبس؟ لا لست أدري من هو عنبس. سمحك الله سمحك الله يا هذا، لقد ذاعت شهرته في المكان الذي كان يقيم فيه والأماكن المجاورة، حتى لم تعد دار إلا وتعرفه معرفة حقة. أكان وليا على رقاب القوم؟ لا، بل كان متسولا على أبوابهم. قل لي يا أسامة، ما الذي تنوي الإتجار به؟ ما يخف وزنه ويرتفع ثمنه. ما رأيك في تجارة الشاي؟ أفكر في هذا منذ زمن. إذن اقتحم ولا تتريث. ما رأيك في تجارة الشاي حيث أقيم؟ من أي البلاد أنت؟ أنا من كرم شاه، إنني صاحب الشرط هناك. وما الذي أتى بك إلى هنا؟ رؤية بغداد وأهلها. أين ستنزل ليلتك؟ في نزل قريب من هذه السوق. أتراه نزل منقذ ابن مزاحم؟ أو تعرفه؟ أشير علي به. ما رأيك؟ إنه هو، ربما نلتقي هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تاجر يا أم بغداد، إنه ثري لا محالة. صاحب الشرط في كرم شاه يخلو جيبه من ثمن بعد. هي يا صاحب الخان، ألا يوجد أحد هنا؟ حسنا سأعود بعد قليل. أتسخر مني يا رجل؟ تريدني أن أنام في الإسطبل مع الخيول؟ ولم لا؟ حصان الوالي وحصان القاضي هنيئا لك يا رجل، تنام بين حصانين، أحدهما للوالي والآخر للقاضي. ما بك فاخر فاك؟ ما بك فاخر فاك؟ أقسم إنني تمنيت مرة أن أكون كلب الخليفة. كلبا؟ نعم كلب الخليفة. ما يضحكك في هذا؟ تمنيت أن أكون كلب الخليفة الذي أكل شواء في سوق الكرخ حتى التخمة، في وقت كنت أطوق فيه إلى سفود واحدة. قل لي بربك، ألا تتمنى أن تكون كلب الخليفة؟ دعك من هذا يا رجل، شلت قدماي وكل لساني، أريد مكانا أنام فيه. أشرت عليك فرفضت. لن أنام بين حصانين. قلت لك هذان حصانان للوالي والقاضي. وليكونا للخليفة نفسه، لن أنام هناك. إذن تدفع درهمين للحجرة الواحدة. بل نصف درهم. حري بك أن تنام بين حمارين وليس بين حصانين. لما لا أنام هنا؟ هنا؟ قلت لي هنا، وأنا صاحب هذا النزل، أين أنام؟ أنام بين حصانين؟ أخيرا وجدتك يا أبا وهب. أراك في بغداد. تجارة أبتغيها، أشر علي.
الأكفان ولوازم الموتى. الأكفان ولوازم الموتى؟ التجارة الأكثر رواجاً، إنها في ازدياد دائم. ألا ترى الناس كيف يموتون في كل مكان وبطرق شتى؟ دع هذه التجارة جانباً وأمرني بغيرها. في جيبي 300 دينار. ويحك، احترس لما في جيبك. لم تقل لي أي تجارة أرتئيها. أتريد تجارة تربحك القليل أو تجارة تربحك الكثير؟ بل أريد أكثر التجارات ربحاً. إذن لتؤمن بالله واليوم الآخر ولتعمل صالحاً. تجارتك هذه لن تغني جيبي شيئاً. لكنها تنجيك من عذاب لا يغني ما في جيبك عنه شيئاً. استغفر الله العظيم. ما بك يا سام؟ هذا الرجل شاهدته من قبل، لكن أين يا سام؟ تبا لذاكرتك التي تخونك كلما احتجت إليها، ولكنني متأكد أنني رأيت هذا الرجل من قبل. طارق، أنا طعام الغداء يا سيدي القاضي. حسناً، اسمع. نعم. اصدقني القول. نعم. ما الطعام الذي قدمته للوالي؟ هو نفس الطعام يا سيدي. حسناً، ولكن إن علمت غير ذلك لن أعطيك درهماً واحداً، أفهمت؟ فهمت. هيا هيا سأنصرف. لن تعطيني درهماً واحداً. قال إنه لن يدفع درهما واحدا. أتاك الحظ دفعة واحدة يا مؤمن؟ ماذا تفعل هنا؟ هيا انصرف انصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ألديك متسع لشخص وليلة واحدة؟ بالطبع يا سيدي بالطبع. دلني عليه. تمهل يا صاحبي تمهل. لم نتفق بعد، أتريد النوم منفردا أو ضمن جماعة؟ أحبذه منفردا. إذن تستطيع أن تنام في الإسطبل. قسما لو لم أكن في حاجة للنوم لحطمت وجهك. أريد النوم، أفهمت؟ فهمت. سبحان الله، أسألك فتسألني. أريد النوم، أفهمت؟ فهمت. تريد أن تنام في الطابق السفلي؟ أنام تحت الأرض. هنا الأمر إذن. اسمع، من ينام في الطابق السفلي؟ حصانان وحمار. أتريدني أن أنام مع حصانين وحمار؟ إذن اصعد إلى الطابق العلوي وادفع 4 دراهم، وإلا تنام في الإسطبل. حسناً. أسألك يا هذا، أتراني رأيتك من قبل؟ ناشدتك الله أن تصارحني. بما؟ هل رأيتك من قبل؟ لا لم ترني. لا. الحمد لله.
لقد استراح قلبي. إن بقينا على هذه الحال أياما لن تقوم لنا قائمة. لم أعد دواقا لتنفيذ تلك الخطة. هو ما عسانا نفعل إذن؟ رأيي أن نغادر النزول دون رجعة. وحصانينا ننطلق بهما. أو تظن أن صاحب النزل بهذا الغباء كي يسمح لنا بالمغادرة دون أجر؟ لن يطالبنا بأجر ما دام يتوهم بأنني قاض وبأنك وال. الوقوع في الفخ معناه السجن إلى أمد لا يعلمه إلا الله. إذن قل لي ما العمل؟ يجب أن نحصل على الدراهم التي نحتاجها بأية وسيلة. حسنا، وما هي الوسيلة في نظرك؟ السرقة. ماذا تقول؟ السرقة؟ اسمع، أنا لست تواقا لأن تقطع يدي وأبقى بيد واحدة. للضرورة أحكام. حسنا، ومن أين نسرق؟ نستطلع أحوال النزلاء فنميز ثريهم من فقيرهم. ما رأيك؟ اسمع، قلت لك لست تواقا لمثل هذا، وأنا لن أتحمل السرقة وحدي لأجلك وأجل جندب. صحيح، أين جندب؟ ما زال يستطلع النزلة بصفته صاحب شرط كرم شاه. أكاد أنوء بثقل هذه الأمانات. متى تأتي يا ابن يقطين فتأخذها لصاحبها وأرتاح لحيني؟ السلام عليكم يا أبا وهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد فكرت في تجارتك. الحمد لله، لكنني لم أجد فيها ربحا كتجارة الشاي التي أصبو إليها. من يضمن ربحك في الشاي؟ هذا. المال إلى زوال، لكنه زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير وأبقى. صدقت. قل لي، من يوحي بفطنتك؟ هذا. لكنني أؤكد لك أنني سأتاجر بالشاي وأجني ربحا. وأنا أؤكد لك ذلك. ما الذي دفعك إلى أن تغير ما بنيته سابقا؟ أنت. أنا؟ عندما آمنت بأن الباقيات الصالحات خير وأبقى. سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويحك يا رجل، أتطعمني كل يوم مثل هذا وتطعم الوالي وصاحبيه أرزا ولحما ودجاجا ولبنا؟ عجبا والله، منذ متى كانت الرعية في طعامها كعلية القوم؟ منذ متى يشبع الحاكمون وتجوع العامة؟ ها؟ منذ تطبق فمك ولا تجد في جيبك إلا درهمين اثنين. إنني أحتج على طعامك ودثارك. اسمع يا هذا، أو تظن نفسك تنال بنصف درهم ما يناله غيرك بثلاثة دراهم؟ علك لم تعرفني بعد. بل عرفتك. أنا صاحب الشرط في كرم شاه. لا أظنك صاحب شرط بل قاطع طريق محترف. لن ألومك فيما تظن، وأنت تظن القصبة حصانا. أسألك. سل غيري. أسألك عن التاجر أسامة. ها،
حري بك أن تسألني عما في جيوبه. لو كان لصاحب الشرطة أن ينال من المجانين لنلت منك. لا زلت مصرا أنك لست صاحب شرطة بل قاطع طريق مختلف. كلانا تاجر إذن، وتجارتي في ازدياد. وهذا شيء يسعدك ويغيظ غيري. إنه الحسد يا صاحبي. منذ متى وأنت في تجارتك؟ منذ تطاحنت مضر وطي لم يبقى عندي حينها شيء أبيعه. هل تتاجر بالسيوف يا هذا؟ بل بما تنتجه السيوف يا صاحبي. ألا تكون تاجراً لأكفان الموتى؟ أصب! ألم أشتري منك ذات مرة كفنين اثنين؟ متى؟ عندما مررت بظاهر البصرة. لا أزال أذكر هذا الأمر لكنني أجهل تفاصيله. قد بقي لك في ذمتي هذان الدرهمان. ألا تذكر شيئاً آخر؟ عساني تذكرت شيئاً. أفتح كفي ثانية؟ خير لك أن تنسى، وإلا أجبرتك على أن تمد يدك إلى جيبك مرة أخرى. أين كنت يا جندب؟ أجوب سوق الكرخ. أتحسب نفسك صاحب شرط حقا؟ كدت أقع في فخ رجل يمتطي قصبة. رجل يمتطي قصبة؟ أي رجل هذا؟ دعك منه واسمعاني جيدا. جندوب تكلم، ما الأمر؟ ألم تلاحظا التاجر الذي نزل البارحة؟ صحيح، خرج ولم يعد. ماذا؟ ضاعت الفرصة. فرصة؟ أية فرصة تعني؟ لدى التاجر هذا كيس يحتوي 300 دينار. 300 دينار؟ من أنبأك بهذا؟ تكلم. عيناي، إنها ثروة يسيل لها اللعاب وتصبو إليها الأنفس. ما رأيك؟ لا صلة لي بهذا الأمر. ماذا؟ ومنذ متى وأنت نظيف الكف نزيه النفس؟ ها؟ مذ أذكر ظلمة السجن وقطع الكف. وأنت يا جندب؟ أنا تكلم. مهمتي إخباركما بكل ما لدي، وهذا كل ما أستطيع تقديمه. تقديمه هكذا إذن. تشاركني النعمة ولا تشاركني النقمة. اسمعا، لن أكون الضحية أبدا. حبذا لو أسعفتني بحوصتين يا أبا وهب لتملأهما مالا. ربما أيكون قارون نزيلك؟ بل أشبه به، والي كرم شاه وقاضيها وصاحب شرطها ينزلون عندي. بورك لك نزلاؤك. متى يغادرون؟ غدا صباحا على الأغلب. أين يتوجهون؟ إلى قصر الخليفة. بورك لك نزلاؤك وثراؤك أيضا. تمهل لم أنل بعد درهما واحدا. ستنال إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أنت صاحب الشرط في كرمنشاه؟ نعم أجل طبعا. ولماذا لا تأوي إلى رفيقيك الوالي والقاضي؟ لكل منزلته ومقامه. أرحتني كثيرا بوجودك معي. أو تدري أن في هذا الجلباب 300 دينار؟ أتيت بها لأجل تجارة، ما رأيك؟ عمل موفق. التخلي عن التجارة عمل موفق؟ نعم أجل طبعا، إن أفضت إلى خسارة. وضعت يدك على الجرح، هذا ما يقلقني. دعها في جيبك حتى تتسنى لك تجارة مربحة. سأدعها وأمكث هنا أياما ريثما أجد تجارة تدر ربحا. ستمكث هنا طويلا؟ أنا أجل نعم طبعا. لا أدري. حبذا لو مكثت معي أياما تؤنسني وأنام مطمئنا لسلامة أموالي. فأنت صاحب شرط ولا يجرؤ أحد على النظر إلى صاحب الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أين الماء يا مونغز؟ نسيته يا سيدي، سأحضره في الحال، ولكن قل لي أيريد سيدي ماء مثلجا أو ماء من الصنبور؟ ضايحك، أيوت لفولي كارمن شاه بماء من الصنبور في قايز هذا الليل. سآتيك بماء بارد، اطمئن سيدي، ولكن قل لي أيريد سيدي الماء في قصعة أم في إناء؟ فليكن في إناء. أيريد سيدي الإناء من زجاج أو فخار؟ تعال تعال فاستمع إلي. أفهمت الآن ما أريد؟ فهمت يا سيدي فهمت. تريد إناء من زجاج إذا وقع على الأرض أو ضرب في الحائط تحطم شر تحطيم. لقد أحضرت لكم العشاء. هيا فلان، لقد أوصاني الولي بكما خيرا. كلاه كلاه. وأنا؟ نعم. أين عشائي؟ سيطوى إلى صباحك غدا. ويحك يا منقذ، تطعم الحصانين وتبخل علي. اسمع، الحصان الواحد من هذين الحصانين يدفع درهما في اليوم، أما أنت فإنك تقيم عندي بنصف درهم، ومع ذلك تنام عندي وتأكل عندي وتشرب عندي وتبرز عندي. آه، لقد تذكرت، أنا لم أشرب بعد عندك قطرة واحدة، ولم أكل سوى مرة واحدة، ولم أنم سوى ليلة واحدة، فكيف لي أن... هذا نتاج نصف درهم. حسن، أعطني ماء لأشرب. أعطيتك. توضأت به. لو لم تكن الصلاة كتابا موقوتا لما أعطيتك ماء لتتوضأ. إنني عطش يا منقذ. اشتري ماء بدنق يا هذا. يا لجشعك وطمعك، خذ أعطني ماء بدنق. أين الدنق؟ أتريده ماء صنبور أو كالماء الذي وضعته لهذين الحصانين؟ أريد ماء تضعه للحمار. سقت موما أنك ستجد في كرم شو ما يسرك. سيدي الوالي، ما يهمني تجارتي. من أنبأك بأن كرم شاه عاقر؟ على العكس، أرضها معطاء وناسها تواقون إلى البيع والشراء. إذن سهل الأمر علي. في جيبي 300 دينار. إذن ترافقنا إلى كرم شاه فتمتهن هناك ما تشاء فتزداد ربحا. ما بك يا صاحب الشرط؟ أين علقمة؟ خرج ولم يعد. أظنه لازال نائما. دائما هكذا علقمة. يحق له ذلك، لقد أضخم طعاما وشرابا. أجل. ما بك ما بك؟ أضناني النعاس، يجب أن أخلد إلى النوم. وعدتني. وعدتك. يقولون وعد الحر دين. دين في عنقي، ومتى حان أوانه؟ اللهم اللهم قرب أوانه يا رب. عندها أسقيك ماء أسقيه للوالي، ولكن قل لي ما هي تجارتك؟ ولما تسأل؟ حتى أمني النفس بهديتك. تجارة الأكفان يا منقذ. قبح الله وجهك، لن أسقيك ماء حتى لو مت. هاتان حوصتان لمنقذ ابن مزاحم،
سأحملهما غدا إليه صباحا وأنتظر منه ثمنهما. برسولك صدقنا فاكتبنا مع الشاهدين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا، هذا شراب الفالوزة، قسما ما سقيته لأحد غيركم في هذا النزل، ولكن ما لي لأرى سيدي الوالي؟ لم يشأ أن ينزل معنا، آثر البقاء في غرفته. إذا سأخذ له قصعة من هذا الشراب. لا لا لا، دعه إنه نائم. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أو كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول يا أرحم الراحمين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. لا، هذا لا يجوز ابدا، غير معقول. لا 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 لا، كفانا نقاشا، كفانا نقاشا، لم نصل الى حل حتى الان. حسنا، الى متى نبقى هنا والناس في الاسفل ومصيرتنا بالذي جرى؟ لا 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 لا، ننزل اليهم كي لا نتهم بالسرقه. فعلا، وهل يجرؤ احد ان يتهم والي كرمنشاه وقاضي كرمنشاه وصاحب شرطها بسرقه اموال العامه؟ ابدا ابدا، ولكن كل شيء جائز. اسمع، قلت لك يجب أن يكون هذا الشيء، يعني يجب. لا 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 لا، 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 لا. ماذا تقول أنت؟ انتظر، أنا صاحب الشرط هنا. لست صاحب شيء، أنا القاضي والكلمة. ثلاثمائة دينار، أعرفها دينار إثر دينار، بل أكاد أتميز رائحتها وكنسها أيضا. كفى كفى يا أبا وهب. دعنا نفكر في الأمر يا أسامة. يا أبا وهب، أتراه خبأها في الأعلى أو في الأسفل؟ يا أبا وهب، أنت لا تتكلم، هيا اقفزوا الواحدة والآخر. مالي؟ أسامة، قلت لك لا تتدخل، احمل متاعك وانتظر هناك. إلى أين؟ أريد مالي. اتركه يا أسامة، قلت لك لا تتدخل، انتظر. أما أنتم يا أصحاب الشأن، أتشك فينا أيها المعتوه؟ اسمعني، تريث يا أبا وهب، ما هكذا تؤخذ الأمور. ولما؟ هؤلاء علية القوم، ثم أننا نملك من المال ما يملأ صناديق مؤونتك. ومن أين أتيت بمالك أيها الفولي؟ جمعتها بأرغي وتعبي. أرغي وتعبي، أكنت من الزارعين أم من الصناع؟ لا حوز ولا سوك، بل هو وال منذ صغره. إذن من أين أتى بماله؟ أتحاسبه فيما يملكه؟ إذا كان القضاء مثلك فلا عجب أن يجمع مالا دون أن تعرق جبينه وتكل ساعده. افسح الطريق وإلا حاسبناك عند الخليفة على هذا. لا تفسد علينا أمرنا يا أبا وهب. ألا تريد لهذا الرجل أن يسترد ماله المفقود؟ بالطبع، نسترده من هذا المحتال، ولكن هؤلاء علية القوم. علية القوم، علية القوم، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صلى الله عليه وسلم، والله لو سرقت فاطمة لقطعت يده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفسح لي. إن كنتم تطمئنون لهذا ففتشونا. لا لا،
إن كنتم رضيتم فإن العدل لا يرضى. فنحن لن نقف في وجه العدالة. بل أنا سأقف في وجه العدالة. اسمع يا منقذ، اجلس هنا. إذا كنت لا تقف في وجه العدالة فاقفز. لا، لن أقفز. إذا كنت تشك في فاصعد وفتشني. لا، نحن لا نستطيع أن نصعد إلى إليتكم. يو 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 يو. خذ مالك من هذا المحتال. هذا هو. لا 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 لا. لم تقل لي يا أبا وهب كيف استطعت اكتشاف السارق؟ الأمر بسيط يا ممكن. عندما قفز لؤي وضع يده على خاصرته كأنما خشي وقوع شيء من جلبابه، وهذا ما لم يفعله الآخر، لهذا تيقنت من أنه السارق. كنت أظن أن سهما هو السارق. لا. اللهم أن لؤيا السارق ليس واليا كما ظننت. بل ادعى ذلك كي يسرق يا ممكن. يا لك من ذكي. يا لك من غبي.